هاد الإنسان يأكل قذيفتين مدفعية على بطنه وما يتأثر، رح أصدمكم كتير بهالقصص معوه. بدأ فرانك ريتشاردز يحس إنه معدته قوية بعد ما خاض معارك في الحرب العالمية الثانية، فقرر هون يخلي الناس يضربوا بأقصى قوتهم على معدته، ولما شاف حاله ما تأثر خلاهم ينطوا على معدته، وكمان ما تأثر فخلاهم يجيبوا مطارق ثقيلة ويضربوا على معدته، وكمان ما تأثر فقرر يأكل قذيفة مدفع على بطنه، وفعلا راح أكل قذيفة مدفع على معدته من قوة القذيفة طار بالهواء، وهون لمعت براسه فكرة إنه يأكل كل يوم قذيفتين يكسب من وراهم فلوس، وصار ياكل قذيفتين على معدته بشكل يومي، والعجيب انه صحته كانت ممتازة رغم كل هالشي، لحتى بيوم من الايام مات وهو عمره 81 سنة موتة طبيعية.